إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي بتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. ناس الاول مره تشوفنا يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات خاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمها على قناه صحه وتخسيس. لو عجبنا المحتوى من الفيديوهات يا جماعه ما ننساش نضغط لايك الفيديو، نشير في القناه، نفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن اسباب الحساسيه، اتكلمنا عن طرق تشخيص الحساسيه، جاوبنا على معظم الاسئله اللي بتدور في عقل الناس عن مسميات الحساسيه الاخرى واسبابها واعراضها، وده كله موجود يا جماعه في الفيديوهات على القناه. اتمنى انكم ترجعوا تشوفوه. اختبار الحساسيه النهارده هكلمكم عليه، هنعرف طريقه اجراء الفحص ازاي استعد لاختبار الحساسيه، وامتى يتم اجراء الاختبار وعلى مين، يعني امتى اعمل الاختبار ولمين. الحلقه دي يا جماعه هتبقى فيها نصائح سحريه للتخلص السريع من حساسيه الجلد، اتمنى كل الناس تشوفها، ولكن انتظروني بعد الفاصل. دكتور، ايه هو اختبار الحساسيه؟ انا يا جماعه بعمل اختبار حساسيه عشان اختبر رد فعل الجهاز المناعي تجاه الالرجين او تجاه الماده اللي انا عاوز اختبر ان الجسم حساس ليها ولا لا. الالرجين دي عباره عن بروتينات صغيره بتثير رد فعل جهاز المناعه. انا بحقن الشخص يا جماعه بكميه صغيره من الماده اللي بتسبب له الحساسيه تحت الجلد. لو عنده حساسيه هيحصل افراز الهستامين، هيحصل زياده نشاط خلايا الجهاز المناعي، هيحصل تورم واحمرار وحكه والالم الموضعي. رد الفعل المناعي في الجلد هل ممكن يكون قوي؟ ممكن يكون قوي، ممكن بعد نص ساعه بعد الحقن، او ممكن يكون متاخر، عشان خلي بالنا الحساسيه مش معنى ذلك ان انا اختبرتها ممكن تظهر بعد نص ساعه من الحقن، او ممكن تظهر متاخره بعد 24 48 ساعه بعد الحقن. طب هل الرضيع، طفل الرضيع يا جماعه اللي هم الاطفال تحت 6 7 شهور، في اهميه ان انا اعمل لهم الاختبار ده؟ نيفر يا جماعه، عشان ما حدش يضحك علينا، لان جهاز المناعه بتاع الاطفال ده مكون اساسا من الاجسام المضاده اللي هو واخدها من الام اثناء الحمل والرضاعه، فبالتالي مش هتبقى مفيده، مش جايه من جهاز المناعه. يعني انا ممكن اعمل اختبار حساسيه لطفل عنده 6 7 شهور تظهر لحساسية، بس الحساسية مش من الجهاز المناعي بتاعه، حساسية جايبها له من الأجسام المضادة اللي واخدها من أمه أثناء الحمل والرضاعة. طب دكتور إزاي نعمل طريقة إجراء الفحص؟ أول حاجة غالبا بتبقى على الظهر يا جماعة، بنجيب ظهر الواحد بنعريه خالص، بنقسمه خطوط بالطول والعرض، يعني بنعمل من الآخر مربعات، وفي كل مربع هنحط قطرة أو نقطة من الماده المسببه للحساسيه داخل المربع، طبعا بتبقى متسجله. المربعات دي بتاخد ارقام يا جماعه، يعني رقم 1 2 3 4، انا عايز اختبر مثلا 5 6 مواد 7 مواد، هقسم الظهر ل 5 6 7 مربعات مثلا على حسب المواد اللي عندي، وهكتب داخل كل مربع واحد، وهحط الماده واكتب اسجل في ورقه الماده دي اسمها ايه، وبعد كده بجيب ابره يا جماعه وبشاكك مكان النقطه اللي انا حاططها عشان اسمح ان الماده دي تدخل. طيب دكتور انا ممكن استعد ازاي للاختبار ده؟ اول حاجه لو كنت بتاخد اي ادويه مضادات للهستامين او الكورتيزون دي هتوقفها، لان هي دي الحاجات اللي بتعيق رد فعل الجهاز المناعي، لكن ما فيش صيام ولا حاجه ولا الكلام ده كله خالص. بعد الاختبار يا جماعه لازم تنتظر من 20 ل 30 دقيقه علشان على الاقل تعرف رد فعل، في رد فعل فوري من الجلد ولا لا. طب امتى يتم اجراء الاختبار والمين؟ بيتم يا جماعه للناس اللي بتعاني من فرط الحساسيه الموسميه والدائمه، الناس اللي بيجيها سيلان للانف، احتقان للانف، طفح جلدي، حكه وتورم في الجلد بصفه مستمره، الناس دي نعمل لها الاختبار ده على طول. النتائج السليمه لاختبار الحساسيه ان اول حاجه ما يظهرش اي حاجه، لا تورم ولا احمرار ولا حكه موضعيه، لكن لو ظهرت اي حاجه من دول تبقى دي نتائج غير سليمه لفحص حساسيه وتستلزم العلاج. يا جماعه هقول لكم شويه نصائح سحريه للتخلص من الحساسيه سواء علاج حساسيه الجلد والهرش.
اول حاجه نخلي بالنا يا جماعه بالنسبه للسيدات الرضاعه الطبيعيه بتقلل الحساسيه. انا عايز اقول لكم ان الجمعيه الالمانيه لامراض الحساسيه والجمعيه الالمانيه لامراض الطفل سنه 2016 قالت ان الرضاعه لمده 4 شهور للطفل بتقلل من حدوث حساسيه الطفل اثناء عمره. ولازم يا جماعه واحنا بنرضع ندي الطعام العادي مع الرضاعه، وما اقولش لا انا مش هدي الطعام العادي الا بعد الفطام، لان الاسلوب ده يا جماعه بيقلل اصابه الطفل بالداء الزلاقي. الداء الزلاقي اللي هو ده الاسم تاني من الاسماء العلميه اللي بنسميها حساسيه القمح. اكل الاسماك يا جماعه جيد للام اثناء الرضاعه. تغذيه الطفل بالسمك خلال السنه الاولى برده من عمره برده مهم جدا. كل ما كان غذاء الطفل متنوع في ال 12 شهر الاولى في السنه الاولى من عمره بيديله حصانه ضد الربو وضد حساسيه القمح. تاني حاجه واللي عايزكم تسمعوها ويمكن مش هتسمعوها من ناس تانيه، بالعكس بعض الاطباء بيحذروا منها، العلماء بينصحوا بتعريض الاطفال في صغارهم اللي هم صغيرين يا جماعه للاطعمه اللي بتسبب الحساسيه زي زبده الفول السوداني والبيض، ليه؟ عشان الجهاز المناعي يتعرف عليها مبكرا وياخد حصانه منها. ثالث نصيحه اللي هو اقل تعرض للميه، استخدم المرطبات اللي بتحتوي على ماده السيرمايد، واتجنب الكريمات اللي بتحتوي على عطور. البس ملابس قطنيه داخليه مريحه عشان احمي البشره من المهيجات. اتجنب المهيجات من منتجات الصابون المحتويه على كبريتات لورايد الصوديوم. عندي اعمل كمادات ميه بارده للحالات الحاده، يعني لو انت صحيتي الصبح ولقيتي جسم بنتك كله مثلا او جسم ابنك كله في طفح جلدي، ممكن اعمل كمادات ميه بارده على المكان نفسه بمحلول ملحي او خلات الالومنيوم، تمام، اللي هو الالومنيوم اسيتيت موجوده في الصيدليات يا جماعه. وفي حاله اصابه جزء كبير من الجلد، يعني انت شايفه ان جسمها كله، اعمل حمام ميه دافيه واحط فيها دقيق الشوفان. بعد كده يا جماعه عندنا اتجنب الحكه. طبعا هجنب المريض الحساسيه الحكه ازاي؟ احط لهم مراهم موضعيه تقلل الالتهابات يا جماعه. وعايز اقول لكم المراهم دي طبعا بتبقى ماده الكورتيزون. قوة مادة الكورتيزون بتختلف حسب شدة الأعراض والموضع، يعني لو الأعراض شديدة بنستخدم حاجة، لو أعراض بسيطة بنستخدم حاجة، لو أعراض متوسطة بنستخدم حاجة، كمان المكان، لو في الوش غير في الرجلين غير في الإيدين. مراهم الكورتيزون بتبقى أساس العلاج في المراحل النشطة للحساسية. في الوش يا جماعة بنستخدم التركيبات الخفيفة زي مادة الكلوبيتاسون بيوتيريت، زي كريم اسمه إيموفيت، هتلاقوه في الصيدليات يا جماعة، لو في الوش، لو حساسية في الوش. لو في الجلد او في الايدين او في الرجلين يا جماعه بنستخدم ماده فلوسينالون اسيتانويد. فلوسينالون اسيتانويد ده مرهم كورتيزون يا جماعه بس شديد الاختراق للطبقات العميقه من الجلد. بعد كده استخدم مضادات الحساسيه الهستامين بالفم او عن طريق الحقن. دي بتبقى فعاله يا جماعه للناس اللي بتعاني من الاكزيما ساعه النوم عشان اتحكم في الطفح الجلدي. اغير ادويه الضغط يا جماعه لعلاج الوزمه الوعائيه. ادويه الضغط اللي بتسبب الانجيوديما اللي هو زي الاي سي اي اي اس اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، زي مسميات كتير موجوده عندنا يا جماعه. عايز اقول لكم ان هي بتسبب الوزمه الوعائيه وبتسبب الحساسيه. طالما هي بتسبب الحساسيه اطلب من الدكتور ان هو يغيرها لي. مضادات حيويه، استخدم مضادات حيويه لاحتمال وجود عدوى بكتيريه. العدوى البكتيريه يا جماعه ان مكان الجلد نفسه يبقى فيه قشر بيطلع قشر وفيه ألم، اعرف ان دي فيها عدوى بكتيريه ولازم تستخدم مضادات حيويه. في مستحضر اسمه دايزيليفرام، ده عباره عن كيليتنج ايجنت. يعني ايه كيليتنج ايجنت؟ يعني بيمسك في ماده النيكل، بيقلل النيكل بالجسم للناس اللي عندهم مرضى التهاب الجلد التماسي التحسسي الحاد. احدد نوع الطعام يا جماعه المسبب للحساسيه وللحكه واتجنبه على طول. طيب دكتور، هل مريض الحساسيه بيحتاج لمتابعه؟ يعني يحتاج ان هو يدخل المستشفى؟ بص يا جماعه، مريض الحساسيه ما بيحتاجش يدخل المستشفى الا بحالات شديده، زي انه يحصل انتفاخ بالعين لدرجه ان هو يقفل عينه ياثر له على الرؤيه، ساعتها لازم اخده المستشفى، الحساسيه جابت اخرها. تمام؟ طيب مصير المرض، للاسف يا جماعه احنا حتى في العلاج مش بنقضي على المرض نهائيا، بالعكس هو اول ما تيجي المسبب للحساسيه تاني بترجع تظهر تاني، يعني المرض بيعود
عند التعرض للمهيجات. طيب ازاي بتتعامل مع حساسيه الجلد؟ حساسيه الجلد يا جماعه احيانا بتبقى شديده لدرجه ان هي بتاثر على التنفس، وبالتالي انا بعمل ايه؟ انيم المصاب على الارض يا جماعه علشان اطمن على مجرى الهواء واديله اكسجين، افضل اديله اكسجين سواء بطريقه طبيعيه او بطريقه صناعيه اللي هو بالبق يعني، او بانبوبه اكسجين لو في امكانيه. المهم يوصل له اكسجين لحد ما وصله للمستشفى. في المستشفى احنا بقى بنتعامل معاه ازاي؟ بنديله حقنه ادرينالين كل 5 دقائق لحد ما يفوق، وبندي برده كورتيزونات وبندي مضادات للهستامين. الحاله لو بسيطه ومش شديده وبتؤثر على منطقه بسيطه بس من الجلد، هنستخدم على دهان الكورتيزون موضعي 3 مرات بس في اليوم لمده اسبوع. مضادات الهستامين وممكن استخدمها والكورتيزون بالفم لعده الايام. طيب دكتور انا عايز اقي نفسي من حساسيه الجلد، اول حاجه لازم تعمل اختبار حساسيه للادويه عشان تعرف ايه الادويه اللي انت بتتحسس منها وهتتجنبها تماما مش هتاخدها، زي تدخلك ناس في الصيدليه تقول لك انا عندي حساسيه من البنسلين فلو سمحت ما تدينيش ده، عندي حساسيه من مواد مش عارف الصلفه فما تدينيش حاجه فيها صلفه، تمام؟ فالناس تبقى عارفه نفسها ان هي حساسه لادويه معينه بتعملها حساسيه فتتجنبها تماما. في ناس بتدخل تقول انا عندي حساسيه من البروفين، في ناس بتدخل بتقول انا عندي حساسيه من الكتافلام، خلاص انت صدقه. في ناس بتدخل تقول انا عندي حساسيه من ماده الانفلاكام، خلاص هو خدها مره فحصلت له اعراض حساسيه فهو عارف. اتجنب برضو الاطعمه المسببه للحساسيه، لو اكلت اكل او سببت لك حساسيه تحاول تتجنبها. نتجنب المنتجات العطريه والتجميليه، دي كل حاجه يا جماعه على الحساسيه، ازاي نعالجها، النصايح بتاعتنا، ازاي نتابعها، مصير المرض بيبقى ايه، ازاي اتعامل مع حساسيه الجلد الشديده، وازاي اتعامل مع حساسيه الجلد البسيطه، وازاي اقي نفسي من حساسيه الجلد. اتمنى يا جماعه ان الحلقه تكون عجبتكم، لو عجبتنا الحلقه ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه، ويا ريت يا جماعه ما ننساش شير القناه كل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، في اي موضوع من مواضيع القناه ارجعوا يعني بلاش تشاهدوا الفيديو من نصه، يا ريت ترجعوا الفيديو اللي قبله واللي قبله لحد ما تشوفوا الموضوع من اوله، وشاهدوا الموضوع من اوله يعني من ورا لقدام. يعني لو انت اتصادفت معايا انك انت بتشوف الحلقه دي، لا ارجع حلقتين لورا عشان تجيب مواضيع الحساسيه عشان تفهمها من اولها لاخرها. في نهايه الحلقه بشكر الناس كلها اللي موجوده معايا على القناه، شكرا لكل المشتركين معايا في القناه، شكرا على دعمكم ليا. كنتم في قناه صحه وتخسيس، معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.